ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟ الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، ما أنا بحس وبفهم برضو مش زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك اوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمه. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلي، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، لولوز لولوز. اختك على الباب، امي افتحي لها. سلام. امي افتحي لها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي، يلا يلا. بقول لك ايه؟ ما تنفضي لها. لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده. نفضي لها، ما تقف شويه. لازم افتح لها. الحلاوه دي، اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها، ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي.
بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي على السلية. في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها. المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. انت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟ معكش سجارة استباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر، تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده. خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوة كده رجالة ما تجيش الا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقول لك ايه، ده اخرنا خلاص، مفيش منه تاني. انا هبطل. طب يا مبطل بقى، انا عايزه فلوس. اصلي قاعده عند غنوه يومين فمحتاجه فلوس. الله، طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين، واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله، مش انت الذكر بتاعنا؟ ما تدفع كيش. وانا قلت لك لا مش هديكي فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون، لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص. وما بنت عسل، هات المحفظه من جوه. حاضر يا اخويا. شايفه شكمها ازاي؟ اه يا اخويا ذكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. استني لك يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم. 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي. ياخد عدوينك ان شاء الله. استبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه، انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز، بس دي يعني استباحه الصباحيه بس. انا عارفه انك ممكن تغوي ابليس يا فتون، بس من هنا ورايح مالكيش دعوه براشد. والنبي مراتك عندها حق. او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعه، نستاذن احنا. يلا يا فتون اتاخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين؟ اصب لكم الشاي. لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي، بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد، مبروك يا عسلية. الله يبارك فيكم، شرفتوا ونورتوا. مع السلامة يا اختي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات. النهارده نفس واحد، بكره سجاره، وبعد كده نرجع لقديم، واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح، انت عندك حق، احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول. وبعدين خلاص، ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي، حقك علي عشان خاطر حته صغيره، حته صغنطوط، حته صغنطوط. تليفون. شو تليفون؟ الو ماي دارلينج، ام سو هابي فور يو. مبروك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تركب كافيت ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself, huh? انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي حبيبتي. مع ألف سلامة، ربنا يخليكي. مع السلامة، مع السلامة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ سعد سعد
أحب عمري وعشق الحاجات وسعد سعد 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 أحب يا سلام يا أختي النبي فكرتيني بعلي بكم يوم حصل لنا عشته حبيبتي ما يخرجهولك بالسلامة يا رب يا رب يا أختي أنا هعمل شاي خليك أنت أنا هعملهولك حبيبتي لا يا أختي أنا هعمله ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شوية ماشي جوزك نام؟ لا صاحي في أوضته ممدد على السرير شيل الحلة دي رجعيها ورا يا راجل أنا بعمل شاي صب لك هو قال حاجة قال لك عارفة يا بيت انتي طلعتي جدعة ليه بقى؟ الواد ما خرجش من يوم الصباحية غير يومين تلات يا اختي اسكتي قعدته في البيت ده بدل ما يخرج للقراديش بتوعه النبي عندك حق بس انت عارفة بقى ايه اللي عاجبني ومنخشش في نافوخي كده ايه بقى؟ انه بيخاف منك راشد بيخاف على زعلي يا فتون مش بيخاف مني يا جامد انت يا حاج زي ما بقولك كده بس انت كنت تفتكري ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بنت تصدقي لا انا قلت اشوف معاه سواد مر بس الحمد لله ربك خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون عندك حق يا رسول الله فين يا جدعان الشاي؟ ايه لا شاي ولا غدا؟ هفضل واقف زي قرد اقطع كده؟ عايزه فلوس عايزه قد ايه وليه؟ عايزه 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمه ومكرونه ورز وكده ولا اقول لك اجيب فرخه وكيلو لحمه على ما تشوف لك شغلانه لا خد الفلوس اللي انت عايزاها ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمه الو سيد الناس اه يا عم اعمل عريس براحتي قول لي لا انا كان شويه حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث عين عليا اليومين دول. اه والله طب انا جاي لك دلوقتي يلا سلام. انت نازل؟ اه يعني مشوار في السريع كده وجاي. وفي السريع ليه يا اخويا؟ ما انت مبلط بقالك اسبوعين ما تخليها في البطيء. قرأ ايه يا فتون مالك؟ مالي انت وهو؟ ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني اسمه ايه تلقيح الكلام ده ما هو قال لك خدي الفلوس اللي انت عايزاها بتبرطمي كتير ليه ده وليه وهي مش هتسكت اصلا اتفضلي الله يا بسم الله ما شاء الله ده انت شكلك معكم بقول لك ايه الراجل اللي هشتغل معاه جه وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله طب الحمد لله يا رب يا فضل الله نازله معاك استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك تروحي تجيبي حاجتك وترجعي انا رايحه الغينو خليها هي اللي تجيلك جرى ايه يا راجل انت هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه مالكوا فيكوا ايه والله في ايه يا فتون هو قال لك ايه بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش يا سلام يا اخويا وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك ايه الغلب اللي انا فيه ده خلاص يا فتون خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا وهو راشد نازل يعني هتاخدوا راحتكم على الاخر لا انا هنزل بقى وبعدين احنا بنروح فين ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا الله
انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايح الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. قرف. نسيت الفلوس. عد ابو فتون على غنوه على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسك بقى ايه، برضو مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس على نفسها شويه مع غنوه، يقعدوا في كوفي يرغوا مش اكتر. انت بتضحكي على نفسك ولا على ايه؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوه دي تشبه شارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجه دي برضو. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر انا هقول لها، انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك ايه يا راشد، انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجه واحده بس. براحت راحتك يا باشا. طب عينيا يا سلام. لا كفايه كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي.